مشاركتي الاول برحب بيك يا حسين وبرحب بدكتور شفان في المهرجان. انا حاسه ان انا مبسوطه جدا وحاسه ان انا فزت اهلي واصحابي وكلنا مبسوطين بالمهرجان ومبسوطين بالبلد ومبسوطين بالتنظيم الجميل. انا بشكر جدا الناس القائمه على المهرجان لان بجد في حاله بهجه مش طبيعيه، وفكره الاغاني وفكره الفينتج اللي في صور الفنانه فاتن حمامه والفنان عمر الشريف فظيع، احساس فظيع يعني. شم ريحه مصر قوي في المهرجان مش عارفه ليه. طبعا ان احنا قادرين نامن نفسينا وقادرين نامن نجوم عالميين وقادرين نامن المهرجان وقادرين نعمل كل ده في وقت صعب زي ده، احنا قد اي حاجه، احنا 90 مليون واحد عندي يعني. انت عايز ايه؟ بالعكس انا مبسوطه جدا. كليب ذكرى جميله ان شاء الله قريب قوي نازل، كلمات وائل توفيق والحان مصطفى حسن وتوزيع نادر حمدي وانتاج ام ار محمد علام. بص اتعرض عليا حاجات كتير قوي بس مش اللي انا اقدر اقول ان هي هتقدمني بالشكل اللي انا نفسي فيه. انا نفسي اتقدم بشخصيه مركبه، شخصيه صعبه، مش عايزه اطلع البنت الحلوه. يعني الناس بتفهمني غلط ان انا يعني اطلع بقى بنت، لا عايزه امثل. يوم امثل لازم اذاكر وامثل كويس قوي. انا باخد دلوقتي كورسات تمثيل وجايه بشوف الاجواء كده بجس النبض زي ما بيقولوا عشان خاطر لما ادخل ادخل بقلب جامد. انا بهتم بالموضه جدا في حياتي العاديه، بس في يوم زي دوت انا عندي شايمه الحسيني هي اللي بتهتم باللوك اوفر اول، وعندي بهيك حسين هو اللي مصمم لي الفستان التحفه دوت، والميك اب طبعا امين، وشعر سيد رحيم، هم دول الكروب بتاعي ما بيتغيروش، بيريحوني وبيطلعوني بشكل جديد. يعني دايما عمري في حياتي ما لبست مره زي اللي بعدها، فانا بكد لهم كل شكر واحترام من عندك، لان هم بيفضلوا اليوم اللي انا بيكون عندي فيه حدث من الصبح لحد اخر اليوم واقفين على رجليهم، فانا بحبهم جدا جدا ما اقدرش استغنى عنهم. كلمه اقول لهم يا رب 2016 تكون حلوه عليك وعلى الامه العربيه كلها، وعلى دوشه فن يفضل دايما في مصداقيه ونجاح وازدهار، وبتمنى كل الخير لكل الناس وكل الامه العربيه وكل اصحابي وكل الفانز وكل الناس اللي بتتابعني وكل الناس اللي في المهرجان بس.